ايه اللي بيفرق زراعية عن التانية؟ كلما كانت معالجة السطح اعلى، كلما التكنولوجيا المستخدمة في معالجة السطح دي كانت اكتر، كلما كان تحفيز العظم او كمية العظم اللي بتتبني في وقت صغير اكتر. يبقى احنا عايزين نقول ان انت خلعت ضرس لازم تعوضه وبسرعة، وتعوضه بالزراعة، مش ان انت تحضر سنة قبل وبعد، يعني تبوظ سنة قبل وبعد عشان خاطر تعمل كوبري. يبقى الزراعة هي الحل الامثل لتعويض الاسنان، عشان الشكل، عشان حالة الاسنان، عشان صحة الاسنان، عشان مفصل بتاعك، عشان تعرف تاكل زي ما كنت بتاكل. زمان كنا بنحط الزراعية ونستنى عليها 6 شهور، معالجة السطح دلوقتي خلتنا بنقعد 6 اسابيع وشهرين بالكتير قوي عشان نحمل معاها. ودلوقتي الابحاث الحديثة والتكنيكس الحديثة والطرق الزراعة الحديثة اللي هي خلتنا نوصل لحاجة اسمها immediate implant, immediate load، ان احنا مجرد ما بنخلع السنة نحط زراعية عليها ونقدر نحمل عليها على طول. ده الطريقة المثلى لتعويض الاسنان، انت مجرد ما بتخلعها بتحط زراعية مكانها، وفي نفس الجلسة دلوقتي احنا بنقدر نخرج بسنة طبيعية ما فيهاش اي مشاكل، شكلك زي ما هو، كل حاجة زي ما كانت بالظبط. طب كان عندنا مشاكل كتير كنا بنواجهها زمان، زي مثلا السكر، هشاشة العظام، زي الجيب الأنفي لما بيحصل له سقوط، زي أماكن العصب اللي موجود فيها في الفك. دلوقتي احنا بقينا نقدر نتعامل مثلا مع الجيب الأنفي، الجيب الأنفي لما بيعمل له سقوط بقينا نقدر ان احنا عن طريق فتحة اللي احنا بنحط فيها الزراعية، فتحة صغيرة خالص، بنرفع بيها الجيب الأنفي ونحط عظم تحت الجيب الأنفي ونحط فيه الزراعية ونحمل في وقت صغير جدا. الناس اللي كان عندها مشاكل مع العصب بتاع الفك، كان العظم كش مطرح ان احنا قعدنا فترة طويلة من غير ما نعوض الأسنان دي، فكان قرب من العصب اللي موجود. بقى دلوقتي عندنا الزراعات المايلة، بقى عندنا زراعة العظم، العظم دلوقتي بقى بيجي، العظم الصناعي بقى بيجي، بنحط الزراعية بتاعتنا ونحط حواليها العظم بتاعنا ونسيب لحد ما العظم ده يمسك نفسه ويبقى زيه زي العظم الطبيعي بالظبط، بيبقى حتة واحدة مع العظم الطبيعي، يدينا الثبات ويدينا التوازن بتاع الزراعية اللي حطيناها. الزراعية المايلة خلتنا كمان نقدر نتحايل على الجيوب الأنفية اللي ساقطة والأعصاب اللي ماشية تحت العظم اللي هو كش مع مرور الوقت، من غير ما يبقى عندنا مشكلة جراحة أو الدكتور يقولك إن أنت ما ينفعش معاك زراعة. استخدام البلازما والبي ار اف في الزراعة. إيه هي البلازما وإيه هي البي ار اف؟ الكلام ده دي مكونات، البلازما ده مكون من مكونات الدم عن طريق إن إحنا بنسحب دم من المريض. البلازما دي ميزتها إيه؟ إن هي غنية بعناصر الشفاء وعناصر النمو. ده اللي بيخلينا نقول إن الزراعية ممكن تثبت في وقت أصغر، يخلينا يخلي العظم يلتئم حواليها في وقت اصغر. والبي ار اف اللي احنا بنخرجه برضو من البلازما، اللي هو بيبقى عباره عن غشاء او ميمبرين بنحطه فوق العظم الصناعي اللي احنا حاطينه، برضو عناصر النمو اللي فيه وعناصر الشفاء اللي فيه بتخلي العظم ده ينشف او يمسك في وقت اصغر. فدي من الحاجات اللي ساعدتنا جدا دلوقتي في الزراعه. في عندنا حاجة اسمها الأولين فور دي للمرضى اللي هم العظم تآكل عندهم بنسبة كبيرة جدا. ففي الآخر بقت لستة الأمراض أو المشاكل اللي احنا ما بنقدرش نزرع فيها قلت جدا. مريض السكر المنتظم دلوقتي يقدر يزرع لأن احنا عندنا معالجة سطح. مريض الروماتويد، مرضى السيولة، لو بنسبة معينة نقدر نزرع معاها. بقى من حق أي بني آدم إن هو يعيش لحد آخر يوم في عمره بأسنان، حق أي بني آدم إن هو يستخدم أسنانه ويقدر ياكل ويمضغ بأسنانه.